تضخم البروستاتا له اعراض عايزكم تركزوا فيها لانها اعراض تلخبط، ولانه كبير السن يعني ممكن قوي يتلخبط في اعراض البروستاتا لانها مرض تاني، وخصوصا لو كان عنده السكر ما الاعراض شبه قريبه. يعني مثلا في حاجه لازم ياخد باله منها قوي اللي عنده تضخم في البروستاتا، انه هيلاحظ انه خروج البول عنده في ضعف. حاجات تانية المهمه انه في عنده حاجات كل شويه يصحى من النوم عنده لخبطه في التبول، عدد مرات في الذهاب للحمام كتيره بالليل، بدايه التبول نفسه في مشكله، في صعوبه في بدايه التبول، فجاه لازم يروح الحمام دلوقتي، ممكن نقط بول تسبقه. برضو الحاجه المهمه جدا انه مش مرتاح، انه حاسس انه فرغ تماما كميه البول. واخر معلومه او اخر عرض يعني، ان في نقط بول ممكن نلاقيها بتضايقه، ده ممكن يخليه على فكره يتوضى ويرجع يتوضى تاني، يتوضى تالت، يتوضى رابع، لانه كل شويه نقط البول. ودي على فكره من الحاجات اللي بتضايق ناس كتير قوي.